إذا متابعي الكرام، التواصل يستمر والتحديات تتواصل. هنا شوطا آخر ينطلق للإخوة السودانيين حاملا في طيات هذه الأسماء من الجعدان. لنبدأ مع مغادر عادل إبراهيم أبو السر يتواصل هنا على الصدارة، بينما المركز الثاني التواصل في هذه اللحظات، والقدوم أيضا من شاهين لدريس حسان يتواصل في هذه اللحظات، ادريس بن حسن، بينما هنا القدوم والوصول ايضا من هدف لادريس حسن، ايضا يقدم شعاره ويقدم اسمين رائعين في هذا الشوط، بينما هناك ايضا الوصول والقدوم ايضا في هذه اللحظات من شلال للنذير ابو عمر يتواصل في هذه اللحظات، وهنا الوصول والقدوم في هذه اللحظات والوصول ايضا من شاهين لعبد الرافع السوداني، وهناك شعار الصديق أراه يتسلل في هذه اللحظات، يقدم السياحي يتواصل هنا علي بن الصديق أيضا من خلال هذا المسار، أو هناك نعم بالفعل اللي قادم هنا السياحي لأبو قرون، أبو قرون قادم في هذه اللحظات، يقدم السياحي في هذا المسار وفي هذا الانطلاق وهذا التحدي، ما شاء الله أداء رائع وأداء جميل هنا، ثلاثية رائعة، ثلاثية مميزة من خلال هذا المسار، هدف على الصدارة، هدف هدف هدف. هنا متابعي الكرام يأتي هناك إدريس بن حسن، ولكن هنا يتواصل أبو قرون مع السياحي، وأرى وصول، أرى قدوم من شلال، شلال قادم، واللحظات الأخيرة هدف والسياحي، وهناك شاهين، ثلاثية رائعة، ثلاثية جميلة، ولكن هنا هدف، هدف ومقادر، مقادر وهدف، واللحظات الأخيرة، ولكن مقادر، مقادر من قادر بناموس هذا الشوط، عادل إبراهيم أبو السر، تهانينا والناموس. المركز الثاني هدف إدريس حسن، مع المركز الثاني أتى مع هدف، بينما ثالث الأسماء المركز الثالث شلال للنذير أبو عمر أتى مع شلال على ثالث الأسماء. عودتنا بالتاني والناموس لعادل إبراهيم أبو السر، من قدم لنا أيضا مقادر في هذا الشوط، والتوقيت الزمني كان أيضا دقيقتين 15 ثانية، واحد جزءاً واحد من الثاني، تانينا وناموس.